سمي جهة أو دائرة أو مؤسسة مهمتها نشر الأخبار. يلا مصطفى. مهمتها نشر وزارة الإعلام مثلا. وزارة الإعلام خطأ. ليش؟ ماكو وزارة اسمها وزارة الإعلام، أكو الآن جهات، صح؟ صح. وبعدين وزارة الإعلام مو شغلها، شغل الجهات الأخرى لربما المعنية بالجهة. وزارة الإعلام سابقا كانت وانحلت أصبحت جهات معينة، فأريد الجهة أو دائرة أو مؤسسة مهمتها نشر الأخبار. قنوات تلفزيون. القنوات التلفزيونية. نعم صح. مين تلفزيون؟ وتقدرين تقررين وياكم لو وياهم. إيه؟ ويانا. وياكم. إيه؟ تفضل. يلا أخ مصطفى. ونرجع. سمي جهة أو دائرة أو مؤسسة مهمتها نشر الأخبار. الإذاعة. الإذاعة. صح. وسونيا. الصحف الرسمية. الصحف الرسمية. طبعاً الصحف رسمية وغير رسمية الآن. إيه؟ هواية أكو صحف. وسوما. مجلات وجرائد. مجلات وجرائد. خطأ، لأنه الجرائد هي الصحف والمجلات ما تنشر أخبار. الصحف الأهم. وصبيحة. شو الصبيحة؟ المتجولين هالشي يسموهم. أنا أقول لك؟ لا لا، هذا المذيعين اللي يتجولون شو اسمهم؟ مراسلين. المراسلون. ليش المراسلون جهة أو دائرة أو المراسلون بشر مذيع. أنا دا أقول جهة أو دائرة أو مؤسسة مهمتها نشر الأخبار. الخطأ الثاني من حقكم أن تتناقشون. تناقشوا أخذكم حوطة. وأشتوان سمي لي جهة أو دائرة أو مؤسسة مهمتها نشر الأخبار. الصفحة الرسمية على السوشيال ميديا، الفيسبوك. الصفحة الرسمية في السوشيال ميديا. صح. المواقع الإلكترونية. وسونيا. الإعلام. 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 خطأ ثالث. ونروح على الداغستاني. داغستاني مصطفى. ما عندك جواب. وعلي ما عندك جواب. هدى. وسائل التواصل الاجتماعي. هذا اخوك لو اي بغت عليك انت حلها. يلا ماكو جواب. ماكو جواب. قالت مواقع التواصل الاجتماعي. اذكر جهة او دائرة او مؤسسة مهمتها نشر الاخبار. مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي. واه خطأ.